ماجد عبد الله وحيس الجمعان جيل مميز كان، بس يمكن ما حقق بطولات، يمكن بطولة واحدة بطولتين في أساسية. لا لا تقصد على الدوري؟ الدوري لا الدوري كانوا محتكرين. لا بطولة كانوا بالثمانيات هم حتى نهاية السبعينات بالثمانيات مرتين كان جيل أو ثلاث والله كنا ثلاث، بس أنا أقول لك الجيل جيل الهلال بطولات بسول يعني أعتقد والله جيل الهلال بالتسعينات الألفية يعني أعتقد هو تصدر. أنت الحين شو تقول؟ شنو أفضل جيل في تاريخ الأندية السعودية؟ أنت بتقول لي لاعبين ما عاد هذا شيء راجع لك أنت. أنا أقول لك لاعبين، لا لاعبين النصر. النصر وراشد. شوف انا باخذ شوي مساحه تفضل، لان يعني النصر طبعا الكابتن الكبير ماجد عبد الله، فهد الهريكي، محيسن الجمعان، صالح المطلق، يعني ذيل انا عندي من اعمده نادي النصر، وطبعا من تعاقب بعدها، لكن هذيل الاربعه انا في رايي هم اساطير نادي النصر. لكن لما تتكلم عن الجماليه والايضاح، يعني انا تو تكلمت عن موسى نداي، وهو موسى نداو سنغالي، لاعب نادي الهلال الشويت المدفعجي، لكن كجمالية حق اللعب نادي الهلال، لأنه مرت عليه أجيال، يعني التخيفي، يوسف ثنيان، سليمان رشودي، والرشيد الباك اليسار اللي اعتزل لأسباب صحية، التمياط، صفوق، محمد نواف، فيصل بوثنين، كارتكاز، عندك منصور الموينع فترة لعب فيها، بشار أيضا، بشار، سامي الجابر، يوسف ثنيان. يا أخي يوسف ثنيان هذا بروح أنا عندي قصة، هذا الزمن مثل ما يقولون الماضي والحديث، يوسف ثنيان. فبالتالي كجمالية نادي الهلال، لأن أمانة نادي الهلال أمتع في أسلوبه وتصدر يعني من الثمانينات إلى اليوم هذا هو في القمة. نعم، أنت أبو عبد المحسن.